أرجوكم توقفوا توقفوا، اسمعوني توقفوا توقفوا أرجوكم، أنا أكلمكم، إلى أين تذهبون؟ خذوني معكم. قل لي أيها الرجل الطيب، من هو سيدكم هذا؟ أهو نبي أم وصي نبي؟ وصي النبي. اسمه، ما هو اسمه؟ علي. علي؟ إلياس؟ إيليا؟ إيليا؟ علي. إيليا باللغة العبرية. إلى أين تذهبون؟ إلى الحرب. الحرب؟ ولكن مع من؟ مع جيش الشام. ومن هو حاكم الشام؟ معاوية. معاوية؟ هل أنت وصي النبي؟ أجل أيها النصراني، أنا وصي خادم الأنبياء. كان أسلافي منذ سنوات طويلة في هذا البرج ينتظرون حلول هذا اليوم لكي يأتي رجل مثلك ويكشف عن هذا النبع. لقد رحل كل أسلافي ولم يعرفوا سر هذا النبع. انظر إلى هذا اللوح حيث أشار فيه أحد حواريي المسيح إلى أن نبعا من ينابيع الجنة محفوظ في هذا المكان، ولا أحد يعلم مكان هذا النبع سوى نبي آخر الزمان أو وصيه بالحق. وأيا منكم يلتقي مكتشف هذا النبع فآمنوا به دون تردد وكونوا جميعا في ركابه. أنا أرى في وجهك النور الساطع. أرني لوحتك. من دواعي الحمد والشكر لله أن لديه ابن أبي طالب. اجعلني مسلما. إسلامك ليس بالكلام بل بالعمل. نحن سائرون إلى الحرب. أنا في ركابكم. أنا في ركابكم. أنا في ركابكم. أنا في ركابكم. أنا أبشرك بالإسلام. هل أعطيك بشارة أخرى؟ تفضل يا نور عيني. أنت في صفين، ستكون أول الشهداء من جندي. ما ألذ هذا؟ ما ألذ هذا؟ ما ألذ هذا؟ وسوف أصلي على جثمانك أيضا. وبهذه الإصبع سأشير إلى مزارك وسأقول: إن هذا الرجل منا، نحن أهل البيت. يا لهذه البركة، يا لهذه البركة.